قطعيات موجوده ليقصي مولوديه وهران يمشي بعيد يعني حتى النهائي في بعض الاحيان. هذا الهدف الاول بنيايا، كان هدف التعادل السكريني من ضربه جزاء لفريق مولوديه وهران، نشاهد سويا اللقطه وتعلق عليها ايضا على المباشر. هذا الهدف الاول ليتنقل عدد كبير من انصار المولوديه البجاويه. هاي اللقطه والكيفيه المتابعه بعد ذلك، هاي اللقطه سكريني. لا شفنا المباراه المباشره، كانت فيه لمسه يد، مازال ما جاتش اللقطه واضحه. سنشاهدها سويا الاحتكاك. هنا احتكاك والحكم كان قريب مع المساعد، دخلوا الاثنين واعطاهم بطاقه صفراء الاثنين، وبطاقة صفراء مستحقة. كان يقدر يمد بطاقة حمراء يعني؟ لا هنا بطاقة حمراء لا تدخل لا، هل في دفع بطاقة حمراء؟ لا راح من دون كرة، راح دفعوا. لا سامحني، من دون كرة. ايه من دون كرة، ضرب بطاقة الحمراء في الضرب، هنا دفعوا. كان ايه انت تقول يعطيه بطاقة حمراء، يعطيه علاش يعطيه بطاقة حمراء؟ مش متعدى على لاعب دفعك من دون كرة. لا يقولون بطاقة حمراء ضرب المنافس وفي وجه لا 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 ما ظهر في كتفه طبع دفعوا. لا بنكونوا واضحين، القانون يقول ضرب الخصم. هاي اللقطة برك بعدك نعود. هاي اللقطة لا ضرب الجزاء واضحة هنايا، وضوح الشمس يعني بكل صراحة هنايا. هاي اللي كيدو الكرة كانت متوجهة، حبسها بيدو، ضرب الجزاء صحيحة. نسألك سؤال واحد فاخر سكرين. اسأل لما مباشر لاعب يدفع أو يعتدي على لاعب بدون كرة، يعتدي بطاقة حمراء، يعتدي يدفعوا الدفع في القانون يقولون بدون كرة. هل القانون سامحني يتفعه. سامحني بنتفهموا مليح. بوسي ان ادفيرسير ان كارتون الكرة راحت. واش دار له؟ واش دار له؟ دفع الخصم على البليز.